بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هذه الوقفة جاءت استنكارا لما قامت به حكومة الكاظمي من فض الاعتصامات بهذه الطريقة الفجة والطريقة العنيفة التي أدت إلى رفع الخيم وإزالتها بطريقة أساءت لثورة تشرين وأساءت لجميع الثوار. لذلك إذا تجد الآن الشباب متواجدين في هذه الساحة استنكارا لما قامت به هذه الحكومة من أعمال. طيب اليوم ما أبرز المطالب اللي يطالبون بها؟ مطالبنا واضحة منذ انطلاق ثورة تشرين ولغاية الآن. مطالبنا قانون انتخابي عادل، مفوضية عادلة، محاسبة القتلة، محاربة الفساد، وإظهار جميع من قام بقتل ثوار تشرين منذ انتفاضتهم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الوقفة وقفة سلمية بين الناس السلميين الوطنيين عن الناس المندسين. احنا جينا هنا مطالبنا واحدة، ما اقول لك بس نريد وطن، نريد كرامة مواطن، والاهم من هذا نطالب بحقوق دماء الشهداء. اذا هنا الحجية صار لها سنة ونص ويانا كفيلك محمد، ما حد قال لنا شلونكم، ولا برلماني اجى يابا على عينكم حاجب، سموها مندسة، سموني يعني جوكر، سموه هذا جوكر، سموه زين. ليش احنا جايين نهتف؟ لا شايفين بيدنا طابوقه، لا شايفين بيدنا سكينه، لا شايفين بيدنا اي شيء. كافي مصطفى الكاظم مطبتك، هاي اكبر غلط راح تدفع ثمنها، مو انا اقول، هم راح يقولون، راح يطب لي البصره وده تشوف انت البصره بعينك، صاروا دروع بشريه ولا يهونون اخواني بالبصره على راسي، بس راح يطب وراح يطب لي الحبوبي، بس لو يجي الحمزه ابو حزامين ما يطب للناصريه، لان راح تقوم من ولد الناصريه والله خليه يستر. طيب اليوم ما ابرز المطالب اللي طالبون بيها؟ احنا مطالبنا واحده بس، نريد خلي طلع لنا واحد من يومهم يقول يابا هذا عمر بقتلت المتظاهرين، بس واحد. لو قتلوا اكثر من 800 قتلوا 1000 خلي يجون يعلقوهم هنا. لو مو البارحه احنا ما بينا الباحه شقد 100 طلعوا لنا بالدونكيات، تدري لو ما تدري الباحه بالليل ونايمين جوينا بشفلات واثار الشفلات هنا. المجتمع يصير ويانا يا اخوان، والقوات الامنيه بالتالي تعاوننا ويا القوات الامنيه، المندس اللي يغلط على القوات الامنيه تسلمانه، لان بالتالي هذا يريد يخرب تظاهرتنا. احنا ما طالعين لا على جيش ولا على شرطه، احنا طالعين ضد احزاب فاسده اللي صار لها 17 سنه تموت فينا. تحياتي السلام عليكم اخوان. احنا لما طلعنا يوم 11 طلعنا ناس سلميين، طلعنا ورد وعلم، اجينا نطالب بحقوق او حقوق مسلوبه من قبل حكومه 17 سنه. لاحظنا هسه حاليا القمع وتفليش الخيم، ولكن الثوره تمرض ولم تموت، ببالهم يردون يموتوها، ما تموت الثوره، هاي ثوره، هاي الشباب يطالبون بحقهم ناس سلميين. شنو اللي سووه في سبيل انه تدخل شفلات دبابات؟ هل هاي الدبابات دخلت البارحه دخلت على داعش؟ الجواب لا. اللي سويناه شنو؟ شباب جايين، منو من عندهم شايل سكينه، لو شايل توثيه، لو شايل مانيتوب، المانيتوبات اللي دخلوها احزابهم في سبيل تشويه سمعه المظاهرات، انواع الموبقات، انواع الاسلحه دخلوها في سبيل نقل صوره امام الشعب. العالم يعرف كل زين ينقل الصوره امام الشعب انه هاي شباب المتظاهرين جايين ناس فوضويين، ولكن كل اللي موجودين الناس خريجين اغلبيتهم دكاترة، مهندسين، وحتى ضباط موجودين، متقاعدين موجودين، وخريجين وطلبة. اللي سووه شنو؟ هذا اللي عندي. قتلت المتظاهرين لازم يطلعون حقوق الشهداء اللي الكل ما بيهم ورقة الوفاة تقرأ أو حادث
أو جلطة قلبية أو مشاجرة وما نطوهم حق، ولكن هم ذولا الشهداء بعينهم. وين الحقوق ملتهم؟ عوائل اندمرت. منو قتلهم؟ اللي قتلهم منو؟ القتلهم مو جندي ولا ضابط، القتلهم اللي نطل الأمر رأس الهرم وينه؟ المليارات اللي انسلبت من العراق وينها؟ كل هاي موجودة. العراق بس نفط يومية ورواتب ماكو، ضرائب، سياحة، حدود، كل هاي موجودة. استمع تمديلي زين. النفط يا كاظمي، النفط السعر ماله زاد عن ما كان في وقت عادل عبد المهدي، مو قل. وين رواتب العالم؟ حصة غذائية اللي هي أبسط شيء ومدفوع ثمنها 20 سنة اللي قدام، وين الحصة هاي مال الفقرة؟ كل هذا من الحقوق وينهم؟ أما هاي العالم اللي موجودة اليوم، عادوا الثورة من جديد. وارجع واقول لك، الثورة تمرض ولم تموت، نهضت هسه، نهضت بدول الشباب، وراح تقوم بكل المحافظات. وتحالك حالك حال عبد المهدي، حالك حال عبد المهدي. بالنسبة لنا مظاهراتنا سلمية وطالعين سلميين، وهذا تجمعنا سلمي، والقوات الأمنية من كلهم وقواتنا، وإحنا نطالب أصلا يحموننا زين، وإحنا ما عندنا أي شيء، طالعين إحنا سلمي. إحنا مجرد طالعين على نظام فاسد، تغيير نظام فاسد، ما طالعين على القوات الأمنية، بالعكس من القوات الأمنية كلهم ولدنا وكلهم أخواتنا زين، ما طالعين عليهم. إحنا طلعنا على تغيير نظام فاسد، طلعنا على حل البرلمان زين، طلعنا على دم الشهداء. هسه وبعد وصار سنة نطالب بدم الشهداء، نطالب بقتلة المتظاهرين. الحد الآن ما عندنا عنهم، ما طلع تحقيق، صار لنا سنة. ليش سووا في التحقيق مالتهم؟ لحد الآن التحقيق بكامل. ليش التحقيق؟ المجالس التحقيقية اللي هو بدوائرهم، وين اللجان اللي شكلت؟ سبق وين رئيس الوزراء كاظم قال أنا شكلت لجان، وين اللجان اللي شكلها؟ ليش استوفت قدرة المتظاهرين؟ ليش دمهم لحد الآن راح؟ بس إن شاء الله بيروح. إحنا موجودين وإحنا باقين، والآخر نفس باقين، وإحنا كنا مشاريع استشهادية. ما نرجع نناشد الأمم المتحدة بتحصيل موافقة، لأن دا يقولون هنا هسا التحرير أنتم ما بيها موافقة، وما تظلون وكل ساعة مطاردين. أكثر من مرة طاردنا هسا إحنا، ودا يقولون حدكم الأربعة وتطلعون، يعني يقولون ما عندكم موافقة، لازم تجيبون موافقة من الداخلية. سبق وإحنا ماخذين موافقة، وكلها تدري إحنا ماخذين موافقة بالمفوضية أو الأمم المتحدة، ويدرون التحرير مكان ملخص وماخذين بموافقات. ليش هسا يقولون ماكو موافقة ومطاردين من أكثر من مكان؟ مدى يخلونا داخل التحرير للظهر؟ إحنا بالنسبة لنا هم فاضوا الاعتصام، بس إحنا ما فاضيين. إحنا هسا وبعد مشاريع استشهادية ننسحب إلا على جثتنا، إلا ننسحب من التحرير. نطالب إلا يسلمونا قتلة المتظاهرين وينعدمون بالتحرير، غير هذا ما عندنا وما ننسحب. عندنا معتقلين هواية، نطالب الإفراج عن المعتقلين وينظرون بدعاوى المعتقلين. كل أغلبيتهم هاي هسه الفترة الأخيرة، خاصة البارحة طبوا البارحة، كلها انكرفت العالم البارحة. البارحة احنا ما عندنا تعرض، أي تعرض البارحة ما صار بالتحرير، طبونا الساعة 2:30 بالليل، ما نعرف على شنو شالوها كلها. وعندنا أكثر من معتقل، تقريبا المعتقلين أكثر من 100 وصلوا العدد، وأكثر من مكان طشروهم. يعني هسه عندنا باب المعظم، عندنا باب الشيخ، عندنا الصالحية، عندنا بالعمليات بالبيجية، ليش هيك مطشرين؟ يعني أنا بصعوبة دا أركض ورا المعتقلين. ليش؟ احنا قبل كنا على مكان واحد وكان على قاضي واحد، فنطالب بالإفراج عنهم. واكثر من مره ناشدنا احنا بالنسبه للمعتقلين، قلنا احنا السلمي احنا ما عندنا اشكال، السلمي طلعوا لنا اياه، والعده شيء، والثابت عليه شيء، احنا ما لنا علاقه وما نطالب به. الثابت عليه شيء والعده مبرز جربي. هاي احنا قاعد نطالب، رغم القمع البارحه اللي صار بينا، رغم الخيم اللي هدوها علينا، وإحنا باقين ومستمرين وثورتنا باقية، نطالب بدم الشهداء والجرحى والمغيبين، وإن شاء الله ثورتنا باقية لحد ما تتحقق مطالبنا. أول مطلب إن نطالب بدم الشهداء، من اللي قمعهم،
وثاني شيء نطالب بحقوقنا المسلوبة 17 سنة من الأحزاب والحكومة، وحكومة الكاظمي ما توقعناها هيك تقمعنا بهذا الأسلوب، رغم ما هو صار لخمس أشهر من استلم السلطة هدم الخيم علينا، والعالم والناس كلها شافته. لا أحزاب دافعتنا ولا ميليشيات، مظاهراتنا مظاهرات سلمية عفوية. طبعاً أنا أخوك صلاح العراقي حد ثوار تشرين، وبصراحة الهوية الوحيدة اللي افتخر بها هي ثورة تشرين، الهوية الوحيدة، الهوية العراقية بصراحة هاي الجنسية العراقية ما افتخر بها، لأن حكمتها ميليشيات، والعراق اللي تحكمه ميليشيات منتهي. ولهذا الشيء خلني أحكي لك أبسط شيء صار البارحة على تفليش قيم ساعة التحرير. طبعاً اللي دخل ساعة التحرير وصار سبب وضرب المتظاهرين هم الميليشيات، والميليشيات معروفة. حتى سألت أحد قواتنا الأمنية الموجودين في حفظ النظام، الضباط الكبار العالي يعني رتبة عالية، سألته قلت له ثوارنا يقول مو أنت ضربتونا؟ قال نعم مو إحنا ضربنا. زي ليه ضربتوهم ساعة بالخمسة بالليل؟ الكاظمي أنت من تحكي لي بالمندسين، الكاظمي طلعت لي اللي ضربه وطشاريات، طلعت لي اللي ضرب مسيل دموع بالراس، طلعت لي اللي ضرب قناص، وينهم ذولا؟ شو ما طلعتهم؟ الكاظم احنا نعرف بيك كل زين اعلاميا، اعلاميا شغلت واشتغلت بيجات واشتريت ناس ما عندها شرف، هذا كله نعرفه. بس اقول لك حكايه، هاي ثوار تشرين مو يطي روحه، يطي عمره والله العظيم ما ينسحب. ترى الثوره مو خيمه، الثوره صارت عندنا عقيده، ليه احنا عندنا تاج راسنا العراق، بس المشكله التاج راس عنده تاج راس مو العراق. هذا شو تقول له؟ هذا اللي عايش بذله شو تقول له؟ ايش يعرف عن ثوره تشرين؟ فرسالتي لك يا الكاظمي، احنا تحيه لاخواننا اللي بالداخليه واللي بالدفاع، احنا اخوه. بس اتحداك يا الكاظمي، اتحداك اذا نهيت الميليشيات، انت اللي جاي توجهك الميليشيات، انت اللي جاي تاخذ اوامر من الميليشيات، اتحداك والله انا حد ثوار تشرين، اتحداك اذا نهيت الميليشيات. انت اصلا اتفاقك ويا الميليشيات قادة الميليشيات حتى تنهي ثورة تشرين. ليش؟ ليه الكيكة تريد تقسموها بيناتكم؟ الكيكة عوفة على صفحة، لك ما اريد النفط، لك ما اريد العراق عوفة لك، لك دم الشهداء ما عوفة، دم الشهداء ما عوفة والله. وعاد الله معنا، وأعلموا يا أولاد الطلاب.
محمد السرحان، كل انسان تورط بقتل هاي الناس الابرياء اللي على الطريق، قتل قمعي ممنهج من الحكومات التي تتالت من زمن صدام البحثي دام لاقم الى ذول اللي عقس من صدام. مع الاسف خلونا نترحم على صدام، مع كل الاسف، مع كل الاسف. هسه تنقمع بس تحكي، تنقمع بس تطلع صوتك تنقتل، تطلع انا تهدد القبر 3 ايام على شنو؟ جاي طلعت قلت اني انا طالب بحقي 800 شهيد، ليش؟ ليش 800 شهيد يوقعون بالساحه وما حد مهتم؟ الوقع منهم واحد منهم ومن مسؤول؟ والله ما حد من مسؤول، بس انا الفقره وتحكي يحكون علينا. احنا جماعه العربين، احنا اللي نبيع باب الشرجي، احنا اللي عايشين بقوت نفسنا، مو احنا اللي نخرب الشعب ولا اللي احنا نخرب دوله. احنا نريد نبني دولة كلها تصير ضدنا تسقط بينا. احنا صارنا 17 سنة نهدم بالوطن، احنا صارنا 17 سنة اغتيالات، احنا اللي قتلنا سبايكر، احنا اللي انطينا الموصل، احنا راجعنا القيادات، احنا اللي انطينا اوامر للحكومة انه تنسحب وتسلم كل محافظات الغربية اللي طلعت لاجل نفس هذا الهدف. اليوم ارادوا وطن من جهات قمعية وقمع حكومي ممنهج. ليش؟ الى متى تظل هيج ومن تطلع تطالب بحقك تموت؟ والله خرب هيج عيشه، خرب هيج حياه. اللي يجبرك ان تسكت وما تحكي عن حقك، مع كل الاسف، والله مع كل الاسف، مع كل الاسف، هذا الواقع اللي تعيش فيه. يقول لي اكل واسكت ونام وما لك علاقه، ليش تقتل؟ ليش؟ ليش؟ والله حرام، والله حرام، والله هذا الشعب اللي ما طلع. هاي الوقفه حره ونبيله وشريفه، وما نطلع من التحرير هيهات، هيهات من الذلة. زين وباقين والآخر نفس بينا، احنا عاهدنا الشهداء ما نطلع من التحرير وما راح نطلع، وغصبا عن يرضى والما يرضى. احنا سلمية ونبقى سلمية، أبسط حقوق هو لو جاي وسائلنا شنو حقوقنا هي فرصة عمل. يعني نريد حرية، نريد وطن، وطننا مباق، انسلبنا، انهبنا، شنو اللي حصلنا احنا بحياتنا؟ نريد الأجيالنا، الولدنا جاي من نريد يبوقون او يسلبون او ينهبون جاي يحققون وياهم. احنا نريد وطن، نريد وطن، نريد فرصة عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. رجالا صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. الرحمة والخلود لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحى الانتفاضة، لانتفاضة ثورة تشرين المباركة. تحياتنا لكل أخواننا بساحاتهم المشرفة بكل محافظاتنا المنتفضة وعلى مساحة العراق. أخواني الأعزاء، نتحدث وياكم من تحت نصب التحرير، رمزية ساحاتنا جميعا، ساحة الأم، ساحة التحرير. نبعث رسالة اليوم من خلال أخواننا اليوم المنتفضين، وبهاي الفعالية نقول للحكومة، نقول للحكومة المتخاذلة والعميلة بأحزابها المتسلطة على أبناء شعبنا، اليوم نبعث رسالة أنه نقولهم ثورة تشرين مستمرة وبماضية بقوة وبأكثر عزيمة، ومتثنينة، لا خيمة تثنينة، لا خيمة اثنينة ولا مكان اثنينة. كل مساحة العراق رمزية إن شاء الله، وسالت كل دماء شهدائنا، وإحنا ماضين وبقوة إن شاء الله لحين تحقيق شروطنا ومطالب أبناء شعبنا الحرة الكريمة. إحنا من خرجنا من أجل تغيير منظومة سياسية فاسدة بإداراتها الثلاثة، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأخواني الأعزاء، أشد على جميع أخواننا بالمحافظات المضي بهاي مسيرة الثورة وبقوة لحين تحقيق مطالبكم وتحقيق
ورفع الظلم عن مظالم أبناء شعبنا وعراقنا العزيز اللي انخطف مدة 17 سنة في ظل هالأحزاب الفاسدة والعميلة والمجرمة. وتحياتي الشعب العراقي الشريف اللي إن شاء الله راح ينهض بقوة، والقوة والثورة إن شاء الله ماضية وبقوة وبعزيمة أكثر، ما تنكسر إن شاء الله. لا تثنينا، لا نقعد نقعد على الرصيف، نصعد فوق هاي البناية نعبر، البيت يعبر عن رفض هاي المنظومة السياسية الفاسدة. فإن شاء الله احنا مطمئنين وماضين بقوة إن شاء الله. وشكرا لك أخي العزيز. استنكار لما قام به السيد الكاظمي يعني برفع الخيم، لانه احنا ما اكو اي اتفاق مع اي متظاهر مع الحكومه الكاظمي ولا الاحزاب المتمثله القمعيه اللي تريد تهمش دور الثوره ودم الشهداء والجرحى والمعتقلين والمغيبين. ما احنا مستمرين مطالبنا القانونيه والشرعيه والدستوريه، من مستحيل نتراجع، والله العظيم من المستحيل. كل هاي الادوار اللي يقومون بها وبتمثيل مسلسلاتهم ومسرحياتهم انتهت وانكشفت قدام الساحه كل دام العالم كليته. احنا اللي طالب ومستمرين لحد تحقيق المطالب الشرعيه والقانونيه والدستوريه. مطالبنا احنا اول شيء تقديم قتلة المتظاهرين اللي اول قاموا وتقديم وانشاء انتخابات نزيهه ومستقله، نزيهه بقضاه مستقلين نزيهين. رابع شيء يعني احنا نريد يكون تحقيق العداله الاجتماعيه كل طوائف الدوله وتعيين هاي شرائع الدوله للناس اللي احنا كلها معطله على العمل وكلها خريجين وكفاءات واختصاص. اللي اول سرقت النهبت الرواتب حدث استقطعت حتى التموينيه الوزاره الكابينه الوزاريه للسيد الكاظمي اي شيء ما قدم لنا لحد هاي اللحظه بشعر حكومه الاقوال وليست افعال. احنا نريد حكومه قول وفعل، القول سهل بس الافعال صعبه. متى يقدم اول مطلب جماهيري وشعبي هو تقديم قتله المتظاهرين السلميين وانشاء انتخابات نزيهه شريفه حره. الشهداء وقاعد في البيت دم الشهيد.
طبعا هذه الوقفة وهذا الاحتجاج على 3 قضايا أو 4 قضايا. القضية الأولى هي أن إزالة الخيم ما كان يفترض أن رئيس الوزراء يزيل الخيم وبأوامره، لأن المشاكل ما زالت، وأيضا المطالب لحد الآن لم تتحقق، وخصوصا محاسبة القتلى، جعل الفاسدين هم الذين يكونون في السجون، وأيضا تقليم أظافر السلاح أو الذين يحملون السلاح. كل هذه المطالب لم يتم تحقيقها، وأيضا الأسباب ما زالت في المجتمع، الأسباب الكبيرة التي بدأت العام الماضي بالانتفاضة وهذه الثورة ما زالت على حالها. فلا يتم إزالة الخيم باعتبار أن الانتفاضة انتهت، الانتفاضة مستمرة، لأن المشاكل ما زالت والمجتمع كله يعاني من هذه المشاكل. وأيضا المشاكل الجديدة أيضا لم تحل، خلال سنة، أكثر من سنة، بحدود 700 شهيد، ولم يحاكم أي شخص قام بهذا القتل العمد والقتل الجماعي. أيضا أن التظاهرة هذه هي تعبير عن استنكار لإلغاء الخيم، وأيضا بطريقة عسكرية، بطريقة مسلحة، والجيش هو الذي قام، يعني ليست أمانة بغداد بشكل سلمي وبالتعاون فعلي مع المتظاهرين. كذب من قال بأنه بالتعاون مع المتظاهرين أزيلت هذه الخيم، بالعكس كان هنالك فرض وكان هنالك عملية عسكرية لإزالة هذه الخيم. فلذلك أن المشاكل ما زالت مستمرة، وأيضا زادت هذه المشاكل، والآن نجد بأن السيد الكاظمي قد تم خنقه بأوامر من قبل الأحزاب الفاسدة وأيضا الميليشيات التي هي تستخدم السلاح ضد المتظاهرين وأيضا تريد أن تنهي الانتفاضة. فلذلك هذه الوقفة من أجل أن تستمر التظاهرة، وهي جذوة ومستمرة ومشتعلة. باقين على مسيركم، نفس الثبات، نفس الصمود، ماكو شيء راح يمنعنا ان نكمل طريقكم، ايش ما نواجه من قمع، من تزايد تنافس الاحزاب على قتلنا، احنا باقين في هذا الطريق. ولاعاده الهيبه لهي الثوره، اغلب الشباب جت تتحدى انه بعد ما سلطه الاحزاب اخذت الساحه بالغصب، اجوا الشباب على مود يكتبون للناس انهم ما راح يتركون ساحه التحرير، وثابتين على موقفهم وباقين طريقهم خلاص من هاي الحكومه الفاسده. المطالب معروفه، انه هي قانون انتخابات عادل، فوضيه نزيهه، محاكمه القتله، وحل البرلمان. بني المطالب الكل يعرف بهن، هو يحكي بها. اذا كان الاعتراف موجود اوجه رساله، بس ما عندي اعتراف انه هاي الحكومه. من العراقيين ما
الشارع.